عايزه اعرف بقى قد ايه جيرانك اللي حواليكي، قد ايه اصحابك، بقى ليكي اصحاب مصريين، جيرانك بتتعاملي معاهم ازاي، متقبلينك؟ احنا متعودين من زمان ان مصر فيها يونانيين وطلاينه وفرنساويين وامريكان، يعني متعودين على كده، بس انك تبقي روسيه ومحجبه وخلاص عايشه معانا، دي ممكن تكون جديده شويه. انا ممكن نقول حاجه غريبه، بس انا ما فيش اصحاب كتير، مش عشان انتم مش كويسين ولا حاجه، انتم كويسين وانا مبسوطه. انا ما فيش اصحاب كتير عشان انا ما فيش وقت، انا مشغوله قوي. وانا اعمل اصحاب من عيله، اوكي، انا عندي اصحاب جوه عيله، احنا عيله كبيره، انتم مصري عيله كبيره، صح، عيله جوزك. ايوه، وفي ناس هم دخل في الحياه هنا وانا مش عارفه هم اصحاب ولا هم عيله، يعني في ناس قريبين قوي. احنا عندنا اصحاب بيبقوا يعني لما نقدمهم لحد نقول قرايبنا. أيوة. من كتر ما هم من العيله يعني. ايوه، عشان انتم مصريين ناس غريبه، انتم يعني يعني انتم كويسين قوي، يعني انتم مثلا ناس جيران حضرتك والجيران عامل كل حاجه زي عيله. انا كنت في كذا قصه، الجيران عامل حاجات لي انا اكبر من الناس في العيله ممكن اعمل في روسيا. الاحساس بان مصر بلدك، ايه الفروق الاجتماعيه اللي حاساها يعني في المجتمع ما بين مصر وما بين باك هوم في روسيا؟ ايه الفرق؟ فرق في الناس، في تفاصيل العيشه، ايه؟ في كل حاجه، في كل حاجه. مثلا انا اقول كل مره الكرسي زي دي في مصر، في روسيا كرسي مش ده. مش ده، مش ده. اول كرسي. كل حاجه مش ده. الستايل، ناس يلبس مش ستايل ده. ليه؟ الجواز بس بقى في كوزموبوليتن، يعني بقى في مالتي ناشونال، يعني بقى في الدول بتلبس خلاص، العالم قريه صغيره يعني. حتى الترندات انترناشونال ترندات نزلت، بس كل دوله خدت زيهم موزين. احنا من مصر مش خدت كل حاجه ترندز كوتوريه بينزل، احنا خدت حاجات ايه ممكن البس في دوله. وروسيا نفسه، وجواز، والمدارس، كل حاجه تانية يعني، كله مختلف، كله تاني. الصوره بتري تاني اللي كلم. بتسوقي؟ انا بتسوق هناك وبتسوق هنا. بتسوقي هنا؟ لا، ده انت خلاص تبقي مصريه. اصل اللي يسوق في مصر يبقى مصري، علشان احنا ايه، انت عارفه طبعا. الغرز، تعرفي الغرز كده، فاين كده. طيب، من روسيا نقدر نقول ان يعني من فتره طويله، واعداد السياح اللي بيجوا لنا من روسيا في مصر يعتبر من اكبر الاعداد السياحيه، يعني لو قارنا كده الانجليز اكتر ولا الروس؟ لا، الروس. فهل عندك صحاب من روسيا برضو عايشين في مصر؟ هل ليكوا كوميونتي روسي بقعدات مع روسيات اصدقائك برضو في مصر؟ في طبعا في ناس روسي، واحنا عارفين من اول انا داخل، انا كنت محتاجه الناس دول عشان برضو ارفع. في ناس روسي موجود جنبي، انا عندي اصحاب من الايام دي. واحنا ايه، احنا لسه اصحاب. انا لسه اقول لحضرتك، انا مش فاضيه لايه، لانزل في نادي، ويعني انا ما فيش وقت بتاع دي. يعني احنا اصحاب في الوقت محتاجين، في الوقت انت محتاجه حاجه انتم محتاجين حاجه. احنا روسي سيريوس بيبل. يا سيريوس بيبل، احنا مرحرحين بيبل، فهماني؟ احنا مرحرحين شويه. عندنا وقت كده شويه. بس دي ممكن سبب انا اختار دوله دي، ليه؟ عشان في وقت بتاع عيله هناك. احنا مشغولين قوي، يعني دي ميزه من المميزات بتاعت مصر.